بكم في تفاعلكم، جولة جديدة على أبرز الأخبار وردود الفعل في مواقع التواصل. المقاومة لآخر نفس، هكذا وصف الناشط اليمني مجاهد السلالي في تغريدته صورة شاب من المقاومة الشعبية في تعز اليمنية واصل التمسك بسلاحه رغم جراحه. وينشر النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل صورا تظهر حجم خسائر ميليشيا صالح والحوثي، فحساب سفير سبأ نشر صورا لدبابات وعربات مدمرة، وبحسب الحساب فإن قبائل مأرب هي من دمرتها في المواجهات. ونظم أبناء مدينة مأرب اليمنية حملة لتخفيف وطأة الحرب على اليمنيين، وهذه من الصور المتداولة والتي تظهر نشاط تحالف أبناء مأرب في توزيع الأغذية على الأسر المتضررة. وهذه رسمة تعبر عن بداية اليمن الجديدة، فممحاة القلم تمسح اسم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، والقلم يكتب اليمن السعيد كناية عن المرحلة المقبلة. مسخرة، نشرة متخصصة بالنكتة السياسية تصدر عن المركز الإعلامي للثورة اليمنية ويتم تداولها على مواقع التواصل. النكات في النشرة لاذعة، فهذا سؤال عن متى سيحارب الحوثيين أمريكا؟ الإجابة عندما يدخلون في الإسلام. وهذه تتحدث عن كون صالح والحوثي وحدوا اليمنيين ولكن بطريقة مختلفة. وهناك إعلان في النشرة عن رئيس عربي مخلوع للبيع موديل 78 مصدوم من الواجهة الأمامية ومسمكر بالسعودية ويجيد تمزيق الأوطان. وفي مقابلة على قناة النبأ السورية احتضنت الإعلامية التونسية كوثر البشراوي الحذاء العسكري للجيش السوري، بل وقبلته على الهواء معلنة دعمها لأمين حزب الله حسن نصر الله ورئيس النظام السوري بشار الأسد. نتابع. أنا حبيت اسمحوا لي بقى، جبت فردة بس لأنه ما شاء الله وأول مرة أنقهر اللي رجلي صغيرة ما هي 44 أول مرة تمنيت والله يا بنتي تمنيت أنه تكون رجلي رجل بوت عسكري. ستي ها السلام لن يأتي إلا بهذا البوت الغالي العزيز، فهمتني؟ بوت ربما ما يدفيهم لأنه ما نبطن، اللي احنا لابسين جوارب ومدفين حالنا في ببطانيات، جالسين في بيوتنا أمام التلفزيون بالريموت وعاملين شاي وعاملين أرجيلة، في ناس عم تلبس هذا البوت وعم تموت كرمال أمة بأكملها. صحيح. فأنا طالما هذا موجود فتأكدي تأكدي، ربي خلينا قادتنا طبعا سمحة السيد أخونا بشار وهذا الجيش وهذا الشعب، شو بدي أنا من هدايا الله غير هذا. ولمشاركتنا في مواضيع اليوم أو مواضيع أخرى هاشتاجنا هو تفاعلكم أو تفاعلكم كما يظهر على الشاشة أمامكم. إلى اللقاء.